طيب النقطة اللي جاية دي دمها تقيل إن شاء الله بإذن الله ما تحصلش، بس بأما وإنها بنمر أحيانا بظروف استثنائية وبنقعد نلف حوالين نفسنا، ولما بتحصل الظروف الاستثنائية بنرجع نقول للناس هو أنتوا ليه ما عملتوش حساب القصة دي وحساب اليوم ده. فبرضو الجزء ده في اللائحة مهم إن هو يكون منصوص عليه، لأنه ده الطبيعي في أي مسابقة من المسابقات بتعمل حساب أسوأ سيناريو. أسوأ سيناريو اللي هو في المادة 108، إلهي يا رب ما يحصل، إلغاء المسابقة. قال لك في حالة إلغاء المسابقة أو عدم اكتمالها لظروف قهرية، حصل أي حاجة من الظروف الصعبة زي مثلا كورونا. بص هنا قال لك إيه بقى؟ قبل انقضاء النصف، في حالتين، قال لك قبل انقضاء نصف المسابقة الدور الأول تلغى نتائج جميع الفرق. لو الدور الأول ما خلصش تلغى نتائج جميع الفرق ويعتبر الموسم بح كأنه لم يكن. احنا ما جيناش يا جماعة، يعني لا قدر الله بعد الأسبوع العاشر جه حصل أي حاجة فالدوري هيتلغي، خلاص مش بالترتيب، لا خلاص الدوري ده احنا ما لناش دعوة بيه. وهنا هيتم الاحتكام في الترتيب لمين بقى؟ هيقوم يرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الاتحاد الإفريقي نفس الفرق اللي شاركت في آخر نسخة من بطولات الأندية الإفريقية للمشاركة في النسخة التالية. يعني الاول وتاني وتالت ورابع النسخة اللي قبلها اللي شاركوا في الدوري الابطال وفي الكونفدرالية هم دول اللي هيروحوا، ولا يتم النظر الى اي نتائج طالما الدور الاولاني ما خلصش. وهنا الدور الاولاني واضحة جدا جدا، يعني 17 ايه جولة. قال لك به بعد انقضاء نصف المسابقة الدور الاول، لا الدور الاول بقى خلص تممناه كله، طب ايه اللي يحصل؟ قال لك في الحالة ديت يعتمد اخر ترتيب للفرق وقت الغاء المسابقه. طالما خلصنا الدور الاول نقوم بقى واخدين هنا بقى الحاله دي ناخد ايه؟ ناخد الترتيب وقت الالغاء مع الوضع في الاعتبار، الغاء نتائج الجوله المنقوصه خلاص كده، يعني الجولات اللي اكتر من الدور الاول، واحتسب البطل وفرق المربع وفرق المربع الذهبي وفرق الهبوط طبقا لجدول الترتيب في حاله الغاء المسابقه. ماشي كده؟ طبعا بقول لك السيناريو دمه تقيل بس برضو مهم. نكمل برضو علشان عندنا نقط مهمة. قال لك المشاركات هي اللائحة دي في ايد الكل، بس انا بقراها لك ليه؟ علشان تبقى انت عندك المعلومة كاملة، يعني انت عندك انت صاحب المعلومة وتقدر تبقى تتناقش. احنا دايما بنقول احنا بندي لك معلومة وندي لك افكار ونحاور بعض ونتكلم في التحليل، فانت عندك معلومة لما تيجي تتحاور مع حد تبقى انت عارف اللوائح بتاعتك كويس جدا جدا. طب المشاركات الافريقية بقى في الفرق المصرية، قال لك في حال تحديد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد ارسال اسماء الاندية بعد نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز، خلاص الدوري خلص، فالاتحاد الافريقي قال لك ابعت لي، يتم ارسال اصحاب المركز الاول من مسابقة الدوري المصري الممتاز طبقا لما يقر الاتحاد الافريقي، اصحاب المراكز الاولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز طبقا لما يقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشأن عدد الفرق المشاركة في بطولات الاندية الافريقية، فيجيب له اصحاب المراكز الاولانية. طب في حال تحديد الاتحاد الافريقي موعد ارسال اسماء الانديه قبل نهايه بطوله الدوري هيعمل ايه؟ قال لك يتم اعتماد نتائج مباريات الدور الاول بالكامل. يعني احنا لا قدر الله الدوري القماشه بتاعته مطت شويه زي ما بيحصل معانا احيانا، والاتحاد الافريقي بعت لك قال لك ابعت لي قول لي مين اللي هيشارك، تجيب تبعت له على اخر صوره عندك من نهاية الدور الأول، تقول له والله بص الدور الأول عندي هو الواحد واثنين وثلاثة واربعة دول ابعت، خلاص هو بيقول لك كده في اللائحة أنا بنظمها لك كده، وده مهم عشان يبقى الأندية كلها مطلعة عليه ويبقى الجمهور كله مطلع عليه، فتبقى أنت عارف الأربع مراكز بيتحددوا إزاي. خلص الدوري وبعتنا فخلاص إن شاء الله بإذن الله وده اللي يحصل، يعني هنمشي طبيعي بقى زي ما الناس ما بتمشي طبيعي. يعني الحتة دي برضو مهمة عشان دي برضو بعض الانديه الجماهيريه تطالب بيها، فخلينا نشوفها هي منظمه ازاي في اللائحه. قال لك الانديه اللي بترغب في المشاركه في البطولات العربيه او الافريقيه عليها الالتزام بالمواعيد المعلنه بالجداول دون طلب ادخال اي تعديل على التوقيتات والمواعيد او طلب التاجيل. يعني حضرتك هتشارك في البطوله العربيه او في الافريقيه يبقى انت هتلتزم معانا بالمواعيد بتاعت جدول الدوري دون طلب ادخال اي تعديل على التوقيتات، يعني حضرتك لا هتعترض على التوقيت ولا على المواعيد او تطلب تاجيل، انسى. هو بيقول لك كده في اللائحه مش من حقك تطلب تاجيل بحيث تقام المباراه، ودي نقطه مهمه قوي 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 ارجوك تركز فيها. قال لك بحيث تقام المباراه المحليه للنادي على رابع يوم
في حال إذا كانت المباراة الإفريقية أو العربية خارج مصر، يبقى أنت مباراتك رابع يوم، ما عندناش مشكلة ندي لك الفرصة دي، وتقام المباراة المحلية على ثالث يوم في حال إقامة المباراة الإفريقية أو العربية داخل مصر. يبقى 4 أيام في حال هتلعب برا مصر، 3 أيام في حال هتلعب جوه مصر. فاهمني كده؟ يعني لعبت ماتش بتاع إفريقيا وهيبقى عندك ماتش في الدوري، لو انت بتلعب في إفريقيا، عشان اوضحها لك اكتر، لو انت بتلعب في إفريقيا وهترجع هنا هلعبك في اليوم الرابع، لو انت بتلعب جوه مصر هلعبك في اليوم التالت. ندي مثال على المثال الحقيقي كده، مثال الحقيقي اللي احنا فيه. الاهلي بيلعب فين؟ في البطولة الإفريقية. حلو كده؟ طالما هو بيلعب بره ما يجيش بقى بعد يومين يلعب ماتش هنا في الدوري، ولا بعد 3 يجي يلعب في اليوم الرابع. خلاص كده؟ لانه المباراه بتاعته فين؟ في افريقيا. طب لو الاهلي نفسه هو بيلعب هنا، يلعب في اليوم الثالث. ماشي كده؟ ده اللي اللائحه بتنص عليه، بتقول لك مش من حقك سواء انت كنت بتلعب بقى في البطوله العربيه او كنت بتلعب في البطوله الافريقيه، ايا ما يكون ايه، الكونفدراليه او دوري ابطال افريقيا او البطوله العربيه، ما هي دي الايام بتاعتنا وانت مش هتعترض، وهو ده حقك وده اللي ليك وده اللي عليك كده وبس. لا، قال لك يا سيدي في حال وصول اي من الانديه المصريه المشاركه في الكونفدراليه، اي نادي من الانديه المصريه المشاركه في الكونفدراليه وربطه الابطال الافريقيه الى دور الثمانيه، ها هنا بس هو بيقول لك ايه، هنحددها لك اهو. قال لك سيتم تاجيل اي مباراه محليه تقام ما بين مباراتي الذهاب والإياب، وكذلك في مباراتي الدور قبل النهائي والنهائي. يعني إذا وصل أي من الأندية المصرية المشاركة في البطولة الإفريقية في البطولة الكونفدرالية وربطة الأبطال الإفريقية إلى دور الثمانية، هتتأجل له أي مباراة ما بين الذهاب والعودة. خلاص، أنت دلوقتي ربنا كرمك ووصلت لدور الثمانية، إيه اللي يحصل؟ عندك ماتشين ذهاب وعودة، ما بينهم مش هتلعب حاجة. هأجل لك لو في ما بينهم حاجه في اجندتك، انا هأجلها لك. اللائحه بتحددها لك اهو، بتقول لك وكذا الامر طبعا بالنسبه لمباراه الدور قبل النهائي والنهائي. فهو حددها علشان خاطر يبقى المحددات ديت تسري على مين؟ تسري على الكل، ومن يصل الى هذه المرحله في انهي منافسات في الكونفدراليه وفي الافريقيه. لكن هنا ما ذكرش مين، ركز معايا، الله يبارك لك يا سيدنا، مركز يا استاذ بهاء، ما ذكرش مين. بطولة عربية. الإجابة جاية من عم فكري، مبروك كسبت معانا. ماشي كده الكلام يا فكري؟ مركز بقى مش مركز. قالك لا يتم النظر في تأجيل أي مباراة لأي نادي إلا إذا تجاوز عدد اللاعبين في المنتخب الأول أكتر من عدد 2 لعيب. يعني بيقولك إيه؟ لو أنا دلوقتي عندي أجندة دولية، واخد بالك إزاي؟ وهلعب في الدوري في وقت الأجندة الدولية، افهمها بقى كده، مش هأجل لك اي مباراه طالما انت عندك 2 لعيبه بس. ما تطلبش، يعني ما تحاولش، عندك 2 لعيبه هتلعب، اكتر من 2 لعيبه هأجل لك. يبقى البند ده خاص بالايه؟ خاص بتقنين وضعيه التاجيل، وانا اشوفه يريح الكل بصراحه. انا اشوف البند ده بصراحه بند يريح الكل. ليه؟ عشان ما نقعدش كل مره نقعد اجل لي وما اجليش، وده اجل له هنا وما اجلوش هنا. هو قال لك اهو في الوضع الطبيعي ان لم تصل الى دور الثمانيه هتلعب في افريقيا، ترجع تلعب اليوم الرابع، قاعد هنا في مصر وهتلعب يبقى في اليوم الثالث. خلاص اتفقنا؟ مالكش حق انك تعترض، ودي اللائحه. طب حضرتك بالصلاه على النبي وصلت دور الثمانيه، الدور النهائي، الدور قبل النهائي، كل الحاجات ديت، في الحاله ديت انا هاجل لك الماتشات اللي هتقع ما بين مباراه الذهاب والعوده، ودي الحاله دي قد تكون او هي بمثابه حاله استثنائيه بالنسبه للانديه اللي هتصل الى هذه الادوار. فهي مش سداح مداح، مش مثلا انا وصلت وغيري ما وصلش، طب ما هو غيري اهو انت اجلت له. لا، انا بقول لك اهو من دلوقتي اهو، لو الكل وصل للمرحله دي الكل هيتاجل، الكل ما وصلش للمرحله ديت وحد وصل تمام، الكل اللي بقى ما وصلش خالص يبقى مش هيتاجله، يبقى هنمشي على الدستور ده. كويس هذا التقنين. طيب لو انت عندك 2 لعيبه بس وعايز تاجل ماتشات عشان 2 لعيبه دول موجودين في المنتخب، لا مرفوض، الكلام ده مش هينفع. ماشي كده؟ اهو بص بقى اللي بعديها، الاجهزه الفنيه
الأجهزة الفنية والإدارية. قال لك لن يسمح للأجهزة الفنية التواجد بالملعب إلا بعد الحصول على بطاقات دخول المباريات. يعني لازم الأجهزة الفنية تبقى معلقة الاي دي اللطيف كده معاه، ماشي كده؟ احنا بنتكلم هنا على الاي دي، ما بنتكلمش على رخصة التدريب. رخصة التدريب اللي احنا لسه عندنا فيها شوية مشاكل. قالك بقى ايه كمان؟ لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي ان يتولى مسؤولية نادي اخر حال فسخ التعاقد من جانبه، ويسمح له بالتعاقد مع نادي اخر اذا تم الاستغناء عنه، وذلك بحد اقصى ناديين، فقط اتنين عشان ما تجودش، هو فقط اتنين في الايه؟ في القسم. على ان النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني اثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد. نشرحها دي دلوقتي. شغل خبيني والكراسي الموسيقيه مش هينفع. ليه؟ انا حطيت لك بند في اللائحه بقول لك ايه؟ بقول لك يا سيدي ان المدير الفني ما يتعاقدش الا مع نادي. طب في حاله الاداره جت فسخ، انا راجل ماشي كويس مثلا، او انا ماشي نص نص، او انا جيت في الاسبوع الخامس وراحت الاداره راحت مصفره هوب مش عايزين، انا اللي فسخت، انا كاداره فسخت، فهنا البند بيقول لك ايه؟ بيقول لك يحق لك ان انت تتعاقد مع نادي تاني، بس بحد اقصى انه ده اخر نادي ليك، النادي التاني اللي انت رايح له، ماشي كده؟ بس لازم تثبت ان الطرف الفاسخ هنا هو مين؟ الاداره بتاعت النادي بتاعك مش انت. لانه لو انت يبقى مش هتمر، لو انت اللي فسخت يبقى كل سنه وانت طيب. بيقول لك في القسم، معناها ايه؟ عايز تنزل القسم التاني تتمرن مفيش مشكله، انما في القسم اللي هو بتاع الدوري الممتاز لا، انزل القسم الممتاز بقى مفيش مشكله، ماشي كده؟ قال لك لن يسمح او لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي ان يتولى مسؤوليه داخل مسؤوليه نادي اخر حال فسخ التعاقد من جانبه، ويسمح له بالتعاقد مع نادي اخر الا اذا تم الاستغناء عنه، وده بحد اقصى ناديين فقط. والنادي اللي بيغير مدربه لازم يثبت الطرف الفاسخ قبل توثيق العقد، ماشي كده؟ قالك يحق لإدارة المسابقات توقيع عقوبات وغرامات على الأندية اللي بتخالف لوائح وشروط المسابقة، ويحق لإدارة المسابقات تحويل أي وقعة لم يرد ذكرها في لائحة العقوبات للجنة الانضباط لاتخاذ العقوبات اللازمة. وخد بالك من الحاجات دي لأنها مهمة. قالك يحق لإدارة المسابقات اتخاذ ما تراه مناسبا في أي شأن ما لم يذكر في هذه اللائحة، ماشي كده؟ ويحق لها اتخاذ اجراءات تأديبية او العرض على لجنة الانضباط بما يقع من احداث لم تتضمنها تقارير الحكام والمراقبين، ولها اتخاذ ما تراه مناسبا لاستجلاء الحقيقة بما في ذلك العودة الى شريط المباراة الرسمي من التلفزيون المصري. لا اقف عند الحتة دي قوي. حصلت واقعة، هو بيقول لك اهو حصلت واقعة وانا وانت شفناها في التلفزيون بس الحكم ما شافهاش. الإدارة هنا إدارة المسابقات بتقولك إيه؟ يحق للإدارة اتخاذ إجراءات تأديبية أو عرض على لجنة الانضباط بما يقع من أحداث لم تتضمنها تقارير الحكام والمراقبين. يعني في واقعة كارثية حصل أو واقعة حصلت لا كتبها الحكم ولا كتبها المراقب، ما شافوهاش، بس أنا وإنت شفناها في شريط المباراة. بيقولك أهو لهم الحق ان هم يتخذوا ما يراه مناسبا عشان يوصلوا الى الحقيقه بما في ذلك العوده الى شريط المباراه الرسمي من التلفزيون المصري. احيانا ممكن تحصل حاجه لا تشوفها انت ولا يشوفها الحكم ولا يشوفها المراقب بس تتصور في السوشيال ميديا، وده يبقى في الشريط اللي ما اتذاعش على الهوا. من حق خد بالك من اللي انا بقوله لك، دي تركايه احيانا كتير بتحصل. بتحصل ازاي؟ الماتش خلص خلاص كده واحنا مسنطرين الكاميرا، البث ما بيتقطعش بس انت بتنقل ترجع للاستوديو. في الوقت ده لا الحكم شاف حاجه لانه دخل والدنيا كمان خلصت والمراقب مش واخد باله، اتنين لعيبه طحنوا بعض ضربوا بعض، والواقعه دي راح مصورها واحد في السوشيال ميديا وكان وقتها التلفزيون بيرصد، يقوم طالب الشريط الرسمي بتاع التلفزيون اللي هيلاقي في الواقعة دي حتى لو انت ما شفتهاش، يقوم جايبها ويستجلي منها الحقائق او بها الحقيقة، وبالتالي يوقع العقوبات التأديبية اللي هو شايفها من وجهة نظره او يرفعها لجنة الانضباط. وده كلام ناس محترمة
ده كلام ناس محترمة جدا جدا جدا. تحصل مشكلة ايه ما يكونش طب ما انا شفتش. اكتر حاجة في الدنيا تحسس اي حد بالظلم اصلا انا ما شفتش. طيب ما شفتش ما عندكش شريط مباراة، ما شفتش ما عندكش كذا، اللي انا بقوله لك ده بس نقاط مهمة جدا هتحط لك ايه، هتحط لك كل حاجة في نصابها. خلاص خليني بس اقول لكم حاجة اخيرة. اللائحة دي ها اللائحة دي كده ها بالصلاة على النبي، احنا بس واخدين الملخص، عارف انت لما اللائحة دي موجودة مع كل الاندية ماشي كده، يعني ده مش انفراد على فكرة، وده مش خاص لبرنامج جمهور التالتة، ده اتوزع على كل الاندية اللي كانت موجودة النهاردة، وكله بارك وكله قال متشكرين ماشي، محدش يحج. اي حد يقول ما اطلعتش هقول له اذا كان انا كبرنامج اهو قبل ما الدوري ما بتقال انا اطلعت اهو، اصله ما اتبعتتش اهي، انا بقول لك اهو، مش انا المفروض ان انا مش هفرد عضلاتي مش انفراد وبتاع، بس انا احيانا ما بحبش ابيع الهواء في ازايز، يعني مش انفراد عند الناس كلها مع كل مع كل ممثلين الانديه اهي ماشي كده اتفقنا. حاجة بقى يقول لك اصل انا ما بصيتش، اصل انا ما شفتش، اصل انا ما بعتوليش، اصل الرابطه ما قالتليش، اصل حماده وقع مني، حماده ما وقعش منك بقى خد بالك. يا رب يبقى دوري مميز ويبقى النقاط واضحه واتحطت على الحروف، وانا بشكر الحقيقه رابطه الانديه وبشكر اداره المسابقات على اللائحه ديت، وبرضه احنا نبقى نقف على